طبعا هسألك بقى سؤال عن لاعب بيتردد ان الزمالك برضو في رغبة من مسؤولي الزمالك لإعادته، فرجاني ساسي. هو من اللعيبة على فكرة اللي برضو متحسوش متفصل قوي على 4-3-3، يعني ما بيلعب 8 هو بيلعب 8 حلو قوي في 4-2-3-1. هل في وجود فريرة فرجاني ساسي من العناصر اللي الزمالك هيكون هو الاختيار في، يعني يكون حاجة عنصر يضيف للزمالك لو نوت إدارة الزمالك التعاقد معاه؟ يعني اي لاعب يمتلك الكواليتي بينضم لاي سكواد هو بيضيف، وهو يمتلك الكواليتي طبعا هيبقى ميزه وعيب. الميزه الاكبر لوجود فرجاني اللي احنا كنا لسه بنتكلم لامام ان احنا محتاجين الحد يساعدك يخرجك بالكوره، فاحنا حاطين العبء الكبير ده على امام لان احنا مفتقدين فرجاني اكيد. ففي الجزئيه دي هيضيف. التحدي اللي موجود قدام فرجاني لو رجع الزمالك هو فكره حته البوكس تو بوكس بقى، انك رايح جاي هل مجهود الورك ريت العالي اللي مطلوب من ساسي، وانك دايما مش لازم تلعب بالكوره على قد ما انت بتتحرك وزمايلك معاهم الكوره، دي مهمه جدا. يعني ممكن الكوره تكون ناحيه اليمين لكن ساسي انت واخد اللاين بتاعك رايح مكمل جوه المنطقه عشان انت مفروض تكون موجود هنا في طريقه اللعب. فقدره فرجان ان هو يلعب اوقات كتير من غير كوره وانه يفضل رايح جاي على اللاين بتاعه، هي دي التحدي او التشالنج الاكبر قدام فرجان ساسي في حاله عودته للزمالك. انت تعرف 4-3-3 انا بشوف ساعات فرجان ممكن يكون مناسب لمركز 6. هو صحيح انت حمايته ما بيضغط، يعني فرجاني كسته ليه اسلوب تاني شويه، بيلعب على التوقع شويه بس بيقطع كور كتير وقفل زيات التمرير. انا بشوفه في 4-3-3 ينفع قوي 6، على فكره ساعات بيلعب 6 كتير في منتخب تونس بس الناس يعني يقوم بدور الريجيستا بقى، اللاعب اللي بيستلم الكره من تحت ويخرجك من تحت، هو واقف متمركز في مكانه.